حلوها. ألف مبروك يا رشيد. ألف ألف مبروك السيارة. ألف مبروك محمد، أنت حصلت على سيارة فورد تيرس و 5000 ريال سعودي. أرسل SMS لفرصة ربح. الجائزة اليومية 5000 ريال سعودي، الجائزة الأسبوعية فورد تيرس و 5000 ريال سعودي، والجائزة الكبرى سيارة فورد تيرس محملة بذهب بقيمة 300000 ريال سعودي، بالإضافة إلى 5000 ريال سعودي. أرسل كلمة فائز وينر أو جان إلى الرقم المرادف لبلدك. تابعوا السحب القادم مباشرة يوم الجمعة خلال برنامج NBC في أسبوع. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا. يعني السؤال اللي بطرح نفسه، أرسلتوا SMS؟ إذا ما أرسلتوا أرسلوا SMS أكيد لتفوزوا معنا إن شاء الله في مسابقة الفائز الأكبر، وهي طبعا مسابقة متنوعة بين اليومي والأسبوعي. كل ما عليكم فقط هو إرسال كلمة فوز لتشاركوا طبعا في مسابقة الفائز الأكبر من NBC. نظام المسابقة يقوم على تجميع النقاط من خلال الإجابة على الأسئلة التي تتنوع بين الأسئلة الرياضية والأدب والفن والمعلومات العامة وغيرها. طبعا الجائزة يوميا سيكون هناك طبعا فائز بخمس آلاف ريال سعودي، وأيضا أسبوعيا هناك فائز بخمس آلاف ريال سعودي أخرى، وأيضا سيارة فورد السحب حيكون إن شاء الله عليها بكرة. كل جمعة في عنا سيارة، بينما طبعا الفائز الأكبر سيربح 500000 ريال سعودي وسيارة، لا حيربح 5000 ريال سعودي، وراح يربح أيضا ذهب بقيمة 300000 ريال سعودي وطبعا السيارة. وكل ما عليكم كما ذكرت سابقا أن ترسلوا SMS على الأرقام اللي بتظهر على الشاشة الآن. يلا نروح لموضوع آخر، إلى فلسطين. الجنود وصلوا صباحا، احتجزوا كل من تجاوز عمره 15 عاما، وهدموا منزلا وبيتا من الصفيح وذهبوا. المكان خربة أم الخير، وعدد سكانها قرابة 150. الخوف سيطر على المكان، خصوصا وأن بيوت الخربة جميعها ستهدم، وذلك لتوسيع مستوطنة ملاصقة. مصير هذه الخربة لا يختلف عن مصير كافة القرى جنوب شرق الضفة الغربية، حيث ينتشر هناك بالأساس مستوطنات ومستوطنين في غاية التعصب والعنف. نتابع. فضلت البكاء بعيدا عن الكاميرا أم طارق أرملة، أم لتسعة أطفال. هذا هو المطبخ وهذا المخزن. بيتهم هدم قبل أيام. الثقوب في جدران المأوى الجديد جعلته عاجزا أمام برد وعواصف جبل الخليل. الشعور بالغضب، بالقهر، بالحزن، بالظلم كان هو الشعور المسيطر داخل بيت الصفيح المليء بالثقوب في خربة أم الخير جنوب الخليل. وهد بيتي جمع مرتين والله، وانا في جبال طلع عفشي منه رموه في الارض وخلوني يا كيف. وكيش جوزك توفى الله يرحمه؟ والله بسنتين. قبل ما يتوفى كانت هاي المشاكل كمان؟ والله قبل ما يتوفى، والله قبل ما يتوفى يهد، يهد وبعد ما يتوفى يهد. من هناك من ذلك الجبل المختبئ خلف ضباب وعواصف شهر شباط في تل عراض، وصلت عائلة الهذالين لاجئة في النكبة. سكنوا هنا وابتاعوا الأرض التي سكنوها في بداية الثمانينات. قالوا لهم أن إسرائيل ستشق شارعا بالقرب منهم. الشارع سرعان ما تحول إلى أرضية لبيوت متنقلة، نمت سريعا وأصبحت بيوتا فارهة ذات أسقف حمراء تحولت إلى مستوطنة كرميل، وأصبحوا مطالبين ككل القرى وخرب جنوب شرق الخليل بالرحيل لتأمين أمن المستوطنين وتوسيع المستوطنات. جاءنا في 64 هذا الآن، يعني قبل ما تيجي إسرائيل وقبل ما تحتل. قبل ما إسرائيل معنا نكبتنا. إسرائيل رحلتها في 48 وين النقل؟ صرنا لاجين وعلمك هذا جاني مال وطن ما له حياة. هي سياسي زمان متابعين هالاحتلال لترحيل السكان من المناطق هاي بصورة مستمرة، وخاصة بيعتمدوا في وقت الشتاء زي الأيام هاي للبادر القارص مشان تهجير السكان من مناطقهم من أراضيهم في المنطقة هاي بالذات. في خربة أم الخير وقفت ألواح توليد الطاقة الكهربائية فوق الخشب القليل الذي طالما كان مصدر الطاقة الأساسي بجانب الحلال كما يقولون
أي المواشي التي اعتاشوا على تربيتها. الأطفال الحفاة في هذا البرد القارس لم يشعروا معها بدفء أكثر في الشتاء أو بحر أقل في الصيف. ومع هذا الجرافات التي سيطر صوتها على هدوء المكان لتوسيع المستوطنة ستهدم مصدر الطاقة الجديد بحجة غياب التراخيص. هم لم يعشوا أطفال المستوطنة المجاورة لأنهم ببساطة ليسوا فلسطينيين. قاسم خطيب لـ MBC في أسبوع، خربة أم الخير، جنوب الخليل. أما الآن نظرة طبعا على الفيسبوك وأبرز التعليقات حتى اللحظة. طبعا بشكل عام الأغلب بدعي لأخواننا في سوريا. من كيمو بيقول ربي ينصر أهلنا بسوريا وإحنا معاهم دائما بالدعاء. أيضا من عمر بيقول على موضوعنا الأول، هنيئا لهم أثبتوا رجولتهم وكفاءتهم، تحدوا التعتيم الإعلامي وتحولوا إلى صحفيين ومراسلين من قلب الحدث. أيضا تعليق آخر من محمد بيقول، مساء الخير، العالم كله ما بيقدر يوقف سيل الدماء، ولكن أعتقد الإعلام سيكون الحل الأول للخروج من الأزمة، واللي يحصل في سوريا ما يحتاج صور، لكن لنا ولهم الله إن شاء الله. أيضا بالنسبة لموضوعنا اللي عرضناه قبل شوي بالمستوطنات، خالد بيقول الله يهديكم يا إسرائيل، الله يحميكم يا أهالي فلسطين، والله أكيد على الظالم. أيضا البعض بيسأل على فقرة تفسير الأحلام. يا جماعة إنه عم تستعجلوا شوي بالتعليق على موضوع الأحلام، عم أول مرة. طيب أوكي، هون أول مرة، طبعا أول مرة بطلت أعرف أجمع. طيب بالنسبة لكل الأحلام ممكن تعلقوا، لكن ياريت لو يكون من الجزء الأخير من الحلقة لنقدر نشوفهم، لأنه زي ما بتشوفوا يعني أول بأول بيكون في تعليقات وعم تتجاوز الحمد لله طبعا نعمة من رب العالمين 1000 تعليق خلال هذه الساعة. فياريت كل شخص حابب يفسر حلمه يكون يعني ينتظر بس لنص ساعة الثانية من البرنامج، بس هالطلب. طيب ناخذ كمان تعليق قبل ما نطلع بفاصل من القناص الغواني، تبقى سوريا حرة أبية، بكفي هون. طيب أيضا أسأل الله الفرج، يفرج همهم ويثبت أقدامهم، وسؤالي إلى متى صاحب الحق هو من يختبئ، من برنس. أيضا عندنا تعليق آخر من عريب النابلسي بيقول، سوريا عم تصرخ وعم تنزف وعم بتقدم شهداء من أطفال ونحن ساكتين، والراحة الإنسانية يلي فينا لنسكت عن هيك شيء. الله يحميكي يا شام. بكل أحوال بإمكانكم تشاركونا برضو، لسه عندنا موضوع آخر من ثم فقرة الأحلام. كونوا معنا، فاصل ورجعين. قصة تستحق أن تروى، بطلها العم جيلي، ذكرياته تزدحم بلقطات لسنين العمر الأجمل، يخزنها في عدسة كاميرته التي لا تفارقه.